تمام كويس. الو الو تمام. النهارده بقى خلاص هنخش في الدرس الثالث، اتوقع خلاص ان شاء الله في فيديو واحد، لان الدرس سهل جدا مفهوش مسائل. هو الفكره ان احنا هنحتاج نرسم فيه، يعني انت عايزك تجيب، لو ما توقف الفيديو دلوقتي وتقوم تجيب برجل وقلم رصاص وورق ابيض معاك يكون قدامك. شوف ورق ابيض جوه كده هاته، وهات برجل كويس يكون متظبط وظبطه كده وتعالى كمل الفيديو. ماشي، احنا اول حاجة هنا عايزين نعمل نرسم دايرة تمر بنقطة معلومة. يعني ايه؟ يعني عندي هنا كده إيه، ولتكن نقطة، شايف نقطة ألف دي اللي في الرسمة؟ النقطة دي نقطة ألف، دي نقطة عايزين الراجل رسم فيها دايرة، اللي هي دايرة ميم ودايرة ميم واحد وميم اتنين وميم تلاتة، كلهم بيمروا بنفس النقطة دي. نعمل حاجة زي كده ازاي؟ تعال نشوف. انسى الرسمة اللي على الشمال دي خلاص بقى، وركز معايا هنا. عندي هنا ادي نقطة ألف اهي، انا دلوقتي عاوز ارسم دايرة، الدايرة دي تعدي على ألف. هعمل ايه؟ بكل سهولة، افتح البرجل بتاعك، اقف بسن البرجل عند اي نقطة وسميها نقطة ميم، يبقى النقطة الحمراء دي هتكون واقفة عندها بسن البرجل. افتح البرجل بتاعك الفتحة قد ميم ألف، وبعد كده تقوم عامل ايه بقى؟ يبقى انت فتحت البرجل من هنا لغاية ألف، وانت مثبت سن البرجل عند ميم. طبعا متوقع تعمل ايه بعد كده؟ خلاص ارسم بالبرجل بتاعك بقى دايرة تمر بألف، سنك واقف عند ميم وتمر بألف. طب لو عايزين نعمل كمان دايرة، تعالى نعمل كمان دايرة. لو ما خدتش بالك عملناها ازاي، شوف المثال اللي جاي. هقف هنا عند أي نقطة تانية ولتكن نقطة ميم واحد، أقف بسن البرجل عند النقطة الحمراء دي، وأقوم فاتح البرجل بتاعي فتحة قد ميم واحد لغاية نقطة ألف، وأقوم راسم بالبرجل ألف، البرجل وارسم دايرة ميم واحد. يبقى هي كده مربوط بمين؟ برضه مربوط بنقطة ألف. وهكذا بقى تقعد ترسم الدوائر، بتقف بسن البرجل بتاعك في أي حتة أنت عايزها، زي هنا مثلا لو ده مركز الدايرة. لو هو اداك في الامتحان قال لك اعمل لي من عند النقطة دي، خلاص هتفتح هتقف بسن البرجل، ومن نقطة ميم بتقوم فاتح البرجل فتحة قد ميم ألف وتعمل الدايرة بتاعتك. سهلة كده، أعتقد دي مفيهاش حاجة. هنا بقى هسألك سؤال، تقدر تعمل كام دايرة زي دي؟ يعني أنا عملت تلاتة بالدوائر، أقدر أعمل كام دايرة؟ أربعة، خمسة، تمانية، 10، 20، أقدر أعمل دايرة مركزها يبقى هنا، مركزها هنا، مركزها هنا، مركزها هنا، صح؟ مفيش مشكلة، يبقى أقدر أعمل عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة مين؟ تمر بنقطة ألف. دي أول حاجة نستنتجها. تاني حاجة نستنتجها، لو كان أنصاف الأقطار ميم واحد ألف، ميم ألف، ميم اتنين ألف، لو أنصاف الأقطار الدوائر دي كلها قد بعض، النوع المراكز دي هتعمل إيه بقى؟ يعني نقط ميم واحد وميم اتنين وميم تلاتة، لو أنصاف أقطارهم لغاية ألف كلهم قد بعض، هيعملوا إيه كلهم؟ لو لاحظت لو ده كلهم قد بعض، كلهم على بعضهم كده المراكز دي هتعمل لي دايرة، الدايرة دي نص قطرها أو مركزها مين؟ مركزها ألف. لو مش واخد بالك منها فكر فيها شوية هتلاقيها جاية معاك. فهو يبقى أنا عندي نتيجتين، أول نتيجة يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة معلومة مثل ألف. تاني دايرة إذا كانت تاني نتيجة إذا كانت أنصاف أقطار هذه الدوائر متساوية في القياس أو في الطول، فإن مراكزها تقع على دائرة اللي هي الدائرة الخضراء دي مطابقة لهم، ومركزها نقطة ألف. حلو كده؟ أنا ممكن أبسطها أكتر، بس أنا عايزك إن أنت تشغل دماغك فيها شوية، مش كل حاجة إيه أجيبها لك بسهولة أوي. نعم، في حاجات هتضطر توقف الفيديو
وتفكر فيها شوية مع نفسك وترسمها بإيدك وتشخبط في ورقة قدامك براحتك لغاية ما إيه ما تستوعبها وتحس إن هي مفهومة. الحاجات دي مش بحفظها، الحاجات دي بستنتجها. شايف كل حاجة مما سبق نستنتج، كلنا لازم نستنتج. ماشي، تعال نشوف هنا بقى بيقول لك إيه. بيقول لك هنا عايزين نرسم دايرة تمام بنقطتين، مش بنقطة واحدة بقى، عايز نقطتين معلومتين. فعندك زي ما هنا في الرسم مثلا ألف ب اللي هو الخط الأحمر ده من أول ألف لغاية ب، النقطة ألف وب، عايز أرسم دواير تمر بالنقطة دي. يعني إيه تمر؟ يعني نقطة ألف وب تقع على الدايرة اللي هرسمها دي. فهعمل إيه؟ خطوات العمل، خطوات الرسم. رقم واحد، أنا عندي هنا نقطة ألف سي مثلا، ودي نقطة ب. رقم واحد نصل ألف ب، هنوصل النقطتين ببعض، دي أول حاجة أعملها. رقم اتنين نقوم برسم محور تماثل. هنعمل محور تماثل. يعني ايه محور تماثل؟ محور تماثل لو تفتكر هو حاجة، هو ده مش محور تماثل قوي بس ممكن اشده شوية. محور التماثل ده حاجة، ايوه كده، بتعمل ايه؟ بتعمل في قطعة مستقيمة بتنصفها اتنين وبتبقى عمودية عليها. يبقى انت ترسم لي كده محور تماثل لألف ب، اللي هو بحيث الحتة دي تبقى قد الحتة دي ودي تبقى عمود عليها. تقدر تعملها ازاي؟ تعملها بالمسطرة عادي جدا. هتيجي عند لو ألف ب مثلا 5 سنتي أو 4 سنتي، يبقى هاجي عند نقطة تبعد عن ألف 2 سنتي وأقوم عامل عمود. تعرف تعمل عمود؟ يعني متعمليش خط كده، لأ اعمل خط يكون عمود كده بالمسطرة، يكون عمود على ده. ممكن تعمله بالمنقلة، تجيب هنا تقيس زاوية 90 درجة تمام بالمنتصف ألف ب. الخطوة اللي بعدها هاجي عند أي نقطة على البتاع ده، يعني أجي هنا مثلا أي نقطة على محور التماثل اللي اسمه لام ولتكن نقطة ميم، وأقف هنا بمركز الإيه؟ بمركز البرجل، سن البرجل، هقف عند نقطة ميم وأفتح البرجل فتحة تساوي ألف ب، وأبدأ ألف بالبرجل بتاعي زي ما انت شايف كده. هتقوم واقف هنا بسن، تفتح لحد ب الألف وتفضل تلف بالبركة، لف بالبركة، لف 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 لف، هتلاقي نفسك بتمر ب. طبعا الدايرة بتاعتي تعبانة عشان معيش برجل، أنا بلف كده أي حاجة. فأنت تلف بالبرجل هتلاقيها عملت لك إيه؟ عملت لك دايرة تمر بمين؟ تمر بألف وتمر بب. حلو كده، بس أنا برسم دايرة نضيفة بقى عشان إيه بس ما تبقاش معفنة كده. احاول اظبطها اهو كده، رسمنا دايره تمام بمين؟ تمام بالالف وب. فهنا السؤال ليك برضه، تقدر تعمل كام دايره؟ ممكن اقف هنا، ممكن اقف هنا، هنا 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 عند اي حته على لام والف في دايره، صح؟ افتح فتحه قد الف والف دايره. طب كده اقدر اعمل كام دايره؟ اقدر اعمل عدد برضه لا نهائي. ماشي، يبقى بيقول لك أول نتيجة إن أنت ممكن ترسم عدد لا نهائي من الدوائر تمام بنقطتين زي ألف وب. طب حلو، في استنتاج تاني المفروض تستنتجه. إيه أقل نص قطر؟ يعني ينفع أجي أقف هنا؟ أنا لازم أبقى واقف هنا، صح؟ لازم أبقى واقف هنا. يبقى إيه أقل نص قطر هقدر أجيبه؟ أنت ملاحظ إن المثلث ده إيه؟ المثلث ده قائم الزاوية في ب، ودايما نص القطر بتاعي هيبقى وتر في مثلث قائم الزاوية. يعني وتر معناها ايه؟ معناها ان دايما هيكون اكبر من احد الحتتين دول. الحتة دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها نص الف ب. فخلي بالك نص القطر بتاعك دايما هيبقى اكبر من نص الف ب. يبقى بيقول لك اصغر دايرة ممكن ترسمها طول نصف قطر أصغر دايرة بيبقى بيساوي نص ألف ب، يبقى أنت دايما هتبقى أكبر من نص ألف ب. وعرفنا ليه؟ لأن نص قطر دايما بيبقى وتر في مثلث قائم الزاوية، أحد أضلاع القائمة طوله نص ألف ب، وبالتالي
الوتر لازم يكون طبعا انت عارف اكبر من الضلعين التانيين، فلازم نص القطر يبقى اكبر من ايه؟ اكبر من نص الف ب. فاصغر دايما ممكن اعملها بيبقى نص قطرها نص الف ب. طب اخر حاجه بيقول لك لا يمكن ان تتقاطع دائرتان في اكثر من نقطتين. دي نتيجه مهمه جدا، ما اقدرش، مفيش دائرتين هيتقاطعوا في ايه، في اكتر من نقطتين. يعني لو لاحظت الدوائر كلها اللي عملتها هنا اللي على الشمال هنا كلهم بيتقاطعوا في نقطتين بس، هل اقدر اعمل دائرتين كده وكده يتقاطعوا في اكتر من نقطتين؟ لا، اخر نقطتين، ادي النقطه دي والنقطه دي. حاول كده ترسم دايرتين يتقاطعوا في 3 نقط، مش هتعرف. ماشي، يبقى دي 3 نتائج مهمة، هنرجع على النتائج كلها في آخر الفيديو. تالت حركة بقى، ازاي ارسم دايرة تمر ب3 نقاط معلومة. خلي بالك قلت ما ينفعش دايرتين يتقاطعوا في 3 نقط، بس ينفع دايرة تمر ب3 نقط عادي، مفيش مشكلة، دايرة واحدة صح كده؟ مش اكتر من دايما. فتعالى نعمل ايه بقى، لو هو راجل كده مديك في الامتحان وقال لك يا سيدي عندك نقطة ألف، بس انا اكبر الخط شوية، عندك نقطة ألف هنا ونقطة ب هنا ونقطة ج هنا، وطالب منك ترسم دايرة تمر بال3 نقط دول، تعرف ولا ما تعرفش؟ بكل سهولة هتقوم جايب خط توصل ألف ب زي ما عملنا المرة اللي فاتت. فاكر لما وصلنا ألف ب وعملنا إيه بعدها؟ عملنا محور تماثل. فتعالى نعمل محور تماثل كده جديد باللون الأزرق. فمحور التماثل ده هيبقى عامل حاجة زي كده، استنى هحركه شوية. ده محور تماثل مين؟ محور تماثل ألف ب. اعمل نفس الكلام مع ب ج، هتقوم جاي هنا اهو وتوصل ب ج وتعمل محور تماثل، هنخليه بالاحمر بقى المره دي، لب ج. محور التماثل بتاع ب ج هيبقى حاجه زي كده، انا هحركه شويه. انت طبعا بتعمله ازاي في عندك في البيت؟ هتقوم جايب زي ما قلت لك بتقسمها حتتين، بتقسم ا ب حتتين، لو هي 4 سم يبقى تقسمها 2 و2، وتيجي عند النقطه اللي في النص تنزل بعمود ب ج. لو هي 8 سم يبقى 4 و4، تيجي عند النقطة اللي في النص وتنزل بعمود. لاحظت ايه بقى؟ لاحظت ان الاتنين محورين التماثل تقاطعوا في نقطة، هعملها كده بالأصفر، النقطة دي هسميها نقطة ميم، دي مركز الدايرة بتاعتي. الخطوة اللي بعدها افتح البرجل بتاعك، وقف بسن البرجل هنا عند ميم، هتقف بسن البرجل عند ميم وتفتح فتحة طولها ميم ألف، يبقى البرجل بتاعك اتفتح من أول ميم، سن البرجل عند ميم وراح القلم الرصاص لحد ألف. الخطوة اللي بعدها لف البرجل بتاعك، يبقى أنت واقف هنا أدا سن البرجل، شايف سن القلم الرصاص هنا وسن البرجل هنا، القلم الرصاص يبدأ يلف كده أهو كده أهو كده أهو، يعمل لك إيه؟ يعمل لك الدايرة بتاعتك. طبعا هتبقى هي نضيفة عن كده عشان أنا معيش برجل، فإيه فعمال بلف بإيدي، هتبقى حاجة زي كده. تمام، تعالى بقى نمسح دي ونعمل دايرة بقى نضيفة كده، هتبقى حاجة زي كده، حاجة جميلة خالص. تمام كده، تمام. هل في شوية نتائج نعملها؟ تعالى نقول لك نتيجة حلوة كده نستنتجها مع بعض. ما توصل لي كده ألف ب ألف جيم، يا ربي شايف المثلث ألف ب جيم ده مثلث إيه؟ تحس إن هو إيه، رؤوسه كلها تقع على دايرة واحدة، فبنقول ساعتها إن الدايرة دي خارجة للمثلث. تعال نشوف السلايد دي تقول لك إيه، أي 3 نقاط لا تنتمي لمستقيم واحد تمر بها دائرة واحدة. دي مش اللي أنا عايزها، أنا عاوز دي. بيقول لك هنا الدايرة التي تمر برؤوس مثلث زي ألف ب جيم في المثال اللي فات تسمى دائرة خارجة للمثلث. يبقى دي الدايرة، دي دايرة ميم، هسميها دايرة خارجة للمثلث ألف ب ج لأنها تمر برؤوسه. كما يقال أن المثلث مرسوم داخل دائرة إذا وقعت رؤوسه على الدائرة.
الكلام ده ايه؟ اسئله اكمل ممكن تجيلك كده يعني، ما انت فاهمها مش حافظها برضه، مش محتاج تحفظ اي حاجه. دايره بتمر برؤوس مثلث، طب اقدر اعمل كام دايره زي دي؟ هي دايره واحده. يبقى عشان امر، انت حاول تعمل كده دايره عند اي حاجه تانية، لا هي هتلاقيها دايره واحده بس اللي تقدر تمر بثلاث نقط. قبل كده كان عندي نقطتين، ممكن احط عدد لا نهائي من الدوائر ارسمهم يمر نفس النقطتين، لو نقطه واحده عدد لا نهائي، اما ثلاث نقط هي دايره واحده. نتيجه اتنين بيقول لك الاعمده المقامه على اضلاع مثلث من منتصفاتها تتقاطع في نقطه واحده هي مركز الدايره. حلو الحته دي، تعال الحته دي نسينا نقول عليها. شايف المثلث ده اللي هو ا ب ج؟ لو لاحظت هتلاقي البتاع اللي باللزقه ده عمودي على ايه؟ على ضلع، والتاني ده عمودي على ضلع. قلنا دي كلها ايه؟ دي اسمها محاور المثلث. فمحاور المثلث فيه كمان محور، تعالى نرسم محور كمان اهو، هرسم محور كده بالرصاصي، هيبقى جاي كده اهو، هيجي هنا. فده محور لمين؟ لألف جيم. يبقى أنا عندي محور بالأزرق لألف ب، محور بالرصاصي لألف جيم، ومحور بالأحمر لألف لب جيم. فالمحاور دي كلها بتتقاطع فين؟ تتقاطع محاور المثلث في نقطة واحدة، النقطة دي هي مركز الدايرة اللي بتمر برؤوس المثلث. أنا مش حافظها، أنا ببص على بس وإيه؟ واستنتج. صح كده؟ هو الكلام المكتوب هو الأعمدة المقامة على أضلاع مثلث من منتصفاتها اللي هي يعني محاور التناسب بتاعتها تتقاطع في نقطة واحدة هي مركز الدائرة الخارجية لهذا المثلث. وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش كتاب الأنشطة، يا ريت تفتحه وتشوف المسائل اللي فيه أهو، 4 3 مسائل على تعيين الدائرة. يقول لك باستخدام أدواتك الهندسية ارسم ألف ب طولها 4 سم، تروح رسم له ألف ب 4 سنتي. وعاوز بيقول لك ثم ارسم على شكل واحد دائرة تمر بألف وب زي ما عملنا، هنيجي عند 2 سنتي من النص نعمل محور تماثل، عند أي نقطة من عند محور التماثل نلم أو نرسم دايرة تمر بألف وب. بيقول لك مع عدد الحلول الممكنة، طبعا عدد لا نهائي، عايز دايرة تمر بنقطتين ألف وب وطول نص قطرها 2. يبقى أنا دلوقتي هو حكمني بدايرة معينة، يبقى لازم لما أجي أقف عند، فاكر هنا؟ فين؟ هنا، مش كنت بقف عند أي نقطة؟ هو دلوقتي قال لك لأ أنا عايز نص قطرها 2، يبقى أنت لازم تقيس من ميم لألف بالمسطرة تبقى ب2 الأول، وبعد كده تقوم واقف عند ميم اللي أنت جبتها دي وتلف دايرة. تاخد بالك من التاتشات الصغيرة دي، حاجات كلها تقدر تحلها. كمل بقى، أنا 6 مسائل أهو، إيه الفرق؟ مش هياخدوا منك ساعة، بس هتطلع راجل فاهم ومتدرب. مفيش حاجة تقف قدامك في الدرس، صفحة واحدة على كل درس تغنيك عن أي حاجة تانية. وباي باي.